راديو المنسق معكم في كل مكان عبر الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. الموسيقى غذاء الروح، ونحن في راديو المنسق نسعى دائما لإسماعكم أجمل وأروع الأغنيات وأعذب الكلمات وآخر أخبار المنسق. الأسبوع الماضي بدأنا ببث نشرة أخبار المنسق، وبعد قليل سنوافيكم بثاني نشراتنا لتلخيص أهم أخبارنا لهذا الأسبوع. قبل ذلك ندعو كل محبي سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم ليكونوا معنا على السمع في ساعة من أجمل وأروع أغاني الست بأصوات مختلفة، وذلك بمناسبة الذكرى 44 لرحيلها الذي صادف هذا الأسبوع. أغاني الزمن الجميل في راديو المنسق. يلا نعيش نسيت النوم وأحلاه، نسيت ليالي اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني. أنتم مع راديو المنسق. حبي إيه اللي أنت جاي تقول عليه وإنت عارف قبلك معنى الحب إيه؟ أم كلثوم. حبي إيه اللي أنت جاي تقول عليه إنت عارف قبلك معنى الحب إيه؟ لما تتكلم عليه حبي 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 اللي انت جاي تقول ظلموا ليه دايما معاك. ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ليه بتتجنن Yeah.
حبي بكل قلبي، وانت بتخون الوداد من كل قلبك، من كل قلبك بعت ودي، بعت حبي، بعت قلبي، بعت ودي ليه، بعت حبي ليه، بعت قلبي. هنا راديو المنسق. العديد من المطربين والمطربات حاولوا تقليد أم كلثوم في أدائها، وبعضهم أبدع في ذلك. هذه المرة نكون مع جورج وسوف يغني مقطع من بعيد عنك. نسيت النوم وأحلاه، نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع حباب، معاها بعيش
بعيدة عنك بعيدة عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيدة عنك ماليش غيرك وأحبك معانا بعيش بعيدة عنك غلبني الشوق غلبني 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 وين البار دوبني 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 ومهما الزود حيرني أنا مهما الشوق ولا دم فعليا ما خلاش الفراق بيا ما خلاش الفراق بيا لا لوم ولا دم فعليا ما خلاش الفراق بيا ما خلاش الفراق بيا نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام وبين الليل وآلام وبين وغوهام وليل وآلام وبين البار وغوهام وليل وآلام وخاف عليك وخاف تنساني الشوق إليه على طول صحاني 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 صغرني أقول بعدك يغيرني
مشجعين من راديو المنسق الأخبار. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، إليكم نشرة مفصلة لأخبار المنسق. عثر في معبر إيرز على طفل فلسطيني من سكان قطاع غزة يبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن تركه والده في المكان لدى عودته من علاج طبي تلقاه في أحد المستشفيات الإسرائيلية. ويذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترك أطفال فلسطينيين لوحدهم في معبر إيرز إثر قرار المرافقين لهم المكوث في إسرائيل بشكل غير قانوني. وأعرب الكولونيل إياد سرحان قائد مديرية التنسيق والارتباط غزة عن أسفه لتكرار هذه الظاهرة، خصوصا وأن الحديث يدور عن مكوث غير شرعي في إسرائيل يعرض المخالفين للعقوبة ويعرض حياة الأطفال للخطر. انضمت 4 مصانع فلسطينية جديدة إلى مشروع دور تو دور في منطقة الخليل، ويوفر هذا المشروع على المصانع والشركات الفلسطينية مسألة الحمولة والتفريغ في معبر البضائع. وتقوم الشاحنات الإسرائيلية بتحميل البضائع من المصانع الفلسطينية ونقلها مباشرة إلى إسرائيل. ويذكر أن 5 شركات فلسطينية كانت قد بدأت هذا المشروع الذي ترعاه وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية والرباعية الدولية ومنظمات عالمية أخرى. وقال قائد مكتب التنسيق والارتباط الخليل موشي تيترو لطاقم المنسق: منذ امتلاك مشروع دور تو دور من آخر شهر 3 احنا شفنا زيادة بالرباح تاع هدول 5 المصانع بالأكثر من 500,000 شيكل، وكمان شفنا زيادة بالعدد العمال اللي دخلوا للسوق العمل الفلسطيني من أكثر 180 عامل. الإدارة المدنية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق استمروا في الدعم المشاريع الاقتصادية لتطوير الحياة الفلسطينية في يودا وسامرة. وشددت أودري آدمز ممثلة الرباعية الدولية على أهمية مشروع دور تو دور للمصانع الفلسطينية، وأثنت على قرار إسرائيل تبنيه. About 3,500 trucks have moved so far door to door. What used to happen is that most companies, if they were lucky, could make 2 turns with each truck to take the goods from their factories into Israel, then come back and then move one more shipment. Now they have the ability to make 3 turns. ومن المتوقع أن تستمر وحدة تنسيق أعمال الحكومة والإدارة المدنية بالتعاون مع أطراف دولية في توسيع رقعة هذا المشروع. أنتم مع أخبار المنسق. دعا عدد من أصحاب المصانع الإسرائيلية في المنطقة الصناعية بركان العمال الفلسطينيين من ذوي الخبرة والشهادات الجامعية للانضمام إلى مئات الفلسطينيين الذين يعملون في هذه المنطقة. وقال مدير عام مصنع سلاتي شمير عامي جاي لطاقم المنسق إن هذا المصنع يشغل حاليا نحو 100 عامل فلسطيني من أصل 140 مستخدما فيه. وأشار السيد جاي إلى أن المصنع معني باستيعاب عمال فلسطينيين جدد في مجالات التكنولوجيا الغذاء، بالإضافة إلى عاملي إنتاج درسوا مجالات الصناعة والإدارة والتخطيط. نحن زكوكين لعبدين متخوم تكنولوجيا أمازون، زي يقول ليوت خيمائي، زي يقول ليوت بيولوج، زي يقول ليوت تكنولوج أمازون. نحن مخبسين أنشيم ليتور. وأكد مسؤول قسم التغليف في مصنع أحفا في هذه المنطقة الصناعية أنه لا توجد أي مشاكل تذكر بين العاملين العرب واليهود في المصنع. هون نحن نشتغل عرب ويهود ومع بعض زي أسرة واحدة، عمره ما صار مشاكل بين عامل يهودي والعامل عربي. تقرير مفصل حول جولة طاقمنا في المنطقة الصناعية على صفحة المنسق في الفيسبوك. بعد النجاح الكبير الذي حققه يوم المقابلات للعمال الفلسطينيين من أصحاب الشهادات العليا للعمل في المصانع الإسرائيلية والذي يقيم مؤخرا في منطقة أورشليم القدس، تقرر إجراء سلسلة من الأيام المشابهة في قلقيلية وطول كرم ونابلس وسلفيت وجنين، وتهدف هذه الخطوة إلى استيعاب المزيد من هؤلاء المستخدمين في المصانع الإسرائيلية. أنتم مع أخبار المنسق. تم مؤخرا إطلاق استمارة إلكترونية باللغات العربية والعبرية والإنجليزية تمكن الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة التوجه بصورة محوسبة إلى الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة لطرح تساؤلاتهم المختلفة.
ويذكر أن هذه الاستمارة الإلكترونية الجديدة والتي تصدر باللغة العربية لأول مرة تعطي إجابات لقضايا لا يمكن الحصول عليها في مكاتب التنسيق والارتباط أو لا تعرف الجهة الإسرائيلية التي يجب التوجه إليها. ويستدل من المعلومات المتوفرة أن هذه الاستمارة لن تكون بديلاً عن التوجه بطلبات إلى مكاتب التنسيق والارتباط تتعلق برفع المنع الأمني أو التصاريح. فقط حصيلة النشاطات الإسرائيلية في معابر يهودا والسامرة في الشهر الماضي 2,700,000. أما عدد حالات العبور في جسر ألمبي فبلغ في الشهر الماضي نحو 215,000. ويستدل من المعطيات أن عدد الدخول الإجمالي للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل اقترب في الشهر الماضي من 1,250,000، في حين فاق عدد دخول الفلسطينيين إلى البلاد 2,145,000. وتم خلال الشهر الماضي إدخال نحو 10,000 شاحنة إلى قطاع غزة محملة ب 310,000 طن من البضائع والسلع، كما وتم إدخال نحو 6,000 طن من الغاز و 20,000,000 لترا من الوقود إلى قطاع غزة. أنتم مع أخبار المنسق. شارك نحو 50 فلسطينيا في نهاية الأسبوع المنصرم في أكبر معرض زراعي إسرائيلي أقيم في منطقة العربة، وعرضت خلال هذا المعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطورات الزراعية. وقال نائب منسق شؤون الزراعة في الإدارة المدنية أيمن أسعد لطاقم المنسق: مهم جدا حضور مزارعين لهذا المعرض، هذا الإشي بيساعد طبعا في تطوير العلاقة الاقتصادية بين المزارع الفلسطيني والشركة الإسرائيلية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني في بمساعدة المشاركة الإسرائيلية الفلسطينية. كما وتحدث طاقم المنسق مع المزارع الفلسطيني محمد أبو سعدة: جينا هنا أكثر من 50 شخص بالزراعة، عندنا طمور وعندنا خضروات، جينا شفنا شغلات كثيرة هنا جديدة يعني، وهنا المعرض فيه شغلات يعني أدوات زراعية جديدة متطورة للنخيل أو غير النخيل كمان، والمزارعين نتأمل من الله أنهم يستفيدوا من هذا المشروع والمعرض. حررت الشرطة نهاية الأسبوع المنصرم على طرقات يهودا والسامرة نحو 640 مخالفة سير، وبضمنها 85 مخالفة تم تسجيلها بسبب السرعة الزائدة. وقامت الشرطة خلال هذه الحملة بسحب 18 رخصة سياقة، وتحفظت على 17 سيارة معطوبة، وحظرت استعمال 13 مركبة أخرى. وناشد منسق شؤون المواصلات في الإدارة المدنية إسرائيل فريات في حديث لطاقم المنسق السائقين بالسعي لمكافحة حوادث السير والحفاظ على سلامة الجميع والتقيد بقوانين السير. وأكد سيد فريات أن السنوات الأخيرة شهدت مشاريع وجهودا خاصة لتحسين البنى التحتية في الطرقات وترتيب حالة العشرات من مفترقات الطرق ونصب آلاف لافتات المرور في طرقات منطقة يهودا والسامرة. للمزيد من التفاصيل حول أخبار المنسق تابعونا على الإنترنت والفيسبوك وشبكات التواصل الأخرى. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار، إلى اللقاء. رجعنا. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة وأغاني أم كلثوم الخالدة. تميزت كوكب الشرق أم كلثوم بإطلالة خاصة بها، وارتبطت ملامح شخصيتها بالنظارة السوداء والمنديل الطويل. نور مهنا، ألف ليلة وليلة. حبيبي أنا يا حياتي أنا يا حبيبي منه
الغوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد سنة مش قبل السنة ليلة حبي حلوة يا ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة كل العمر هو العمر الليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة مش قبل
كل سنة دي ليلة حب حلوة خليكم على السمع راديو المنسق. ولدت أم كلثوم لعائلة فقيرة، بدأت الغناء عندما بلغت العاشرة لتساعد عائلتها ماديا. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، هذه المرة شيرين في مقطع من أكثر أغاني أم كلثوم شهرة، لسه فاكر. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، we'll be right back.
دائما معكم راديو المنسق. نواصل هذا البث من راديو المنسق. أم كلثوم اسمها الأصلي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، وتعرف أيضا بعدة ألقاب منها شمس الأصيل وقيثارة الشرق. والآن دارت الأيام بصوت نانسي عجرم. وصفوا للصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب بيدوب يدوب يتقال. وصفوا للصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب بيدوب يدوب يتقال. مش قادرين
قادري عالصبر مش قادري مقدرتش أصبر يوم على بعد ده الصبر عايز صبر الواحد ومقدرتش أصبر يوم على بعد الصبر عايز صبر الوحد والوحد مقدرش على بعده حبيبي مقدرش على بعده حبيبي أنا ليه مين أنا ليه مين 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 الحبيب راديو المنسق دائما معكم راديو المنسق دائما معكم أنتم على راديو المنسق ونرحب بكل من انضم إلينا ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني يا مسهرني وائل جسار ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعينيا ميجا فيها النور النور يا مسهرني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعيناي يا ميجا فيها النوم النوم يا مسهرني ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوالي ويقول لي بقى يعني يعني ما خطرتش على باله على باله ده انا قلبي بيسألني ايه غير احواله ويقول لي بقى يعني يعني ما خطرتش على باله ام الغلاوة قربك فين فين حنان قلبه علي فين غلاوة قربك فين فين الوداد والحنية امال غلاوة قربك فين فين حنان قلبه عليا وفين غلاوة قربك فين فين الوداد والحنية يا ناسيني وانت على بالي على بالك يوم تسأل عني يا مصغرني
اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال وهو العمر في كم يوم وانا بعدك علي طال يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريحني واطف على حالي وارحمني من كل ظنوني الطرب الأصيل في راديو المنسق. نختتم كما بدأنا بصوت كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم بهذا المقطع من أغنية اسأل روحك، على أن نلتقي بكم مرة أخرى الأسبوع القادم إن شاء الله. أطيب التمنيات نتمناها لكم من أسرة راديو المنسق. كنت زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وبر أمان، كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان، كنت زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وبر أمان، كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان، كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حب أقرب من بسمتي لشفايفي أقرب من إحساس القلب بعد الود بعد الود اللي رأيته لك بعد الحب بعد الحب اللي وجدته اللي وجدته
راديو المنسق معكم في كل مكان عبر الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إلى اللقاء.